بسم الله الرحمن الرحيم. فرع: لو أعتق جماعة أمتا. بل لو أعتق جماعة أمتا. إيه بكون رشي أمتا شان أزاد كذا وأنا هم بونا ولي. بل هم بونا ولي. أشتري تا الرضا كلهم. تبي هم راسي هم. أوزك تكبير سيا. فيوكلون واعدا منهم. با يكش بهماني كش بكنا وشيل هلا خويا. هرب خويا كش بكنا وشيل لو جماعتي بس يجي جاكي أمتا كي ما ربكا. أو من غيرهم. يان با لوان جنبي كشي ديك بهمان بكنا وشيل با سوى الجنبي. واحدا منهم او من غيرهم ولو اراد احدهم ان يتزوجها هذه جاي كويستي لخوي ما ربك لخوي لخوي ما ربك اما تخوي تخوي بيد شيء زوجه الباقون مع القاضي او عندي كذا قاضي دتوان لك ابري ما ربك بخول اخو ما رناك مع القاضي تماما قاضي دتاني ما ربك مع القاضي اما الباقون فعن أنفسهم وأما القاضي فعن المتزوج إذ ليس له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه لأنه لا للطرفين أو هو قاضي لباتيوي لباتيوي فكر كريم وتديم لنا الله تعذبين أم ليرم هوتي هاد قاسمك كبر بخول أخو ما أردك بشان ولي نبو ألم بو الزوج لباتي بي شدب تولي قاسي لباتي بي قاسي دب تولي زوجي بنا قاسي دب تي أو عندي كاش أبو خو ولي نا أزا قاو عندي ما أرب كان أو باش أغنى با قاسي ما أرب يقلو عن هنج ما أرب زوجه هو الباقون مع القاضي أزا لو يعانا كدري يعانا كدري قوله زوجه هو الباقون مع القاضي أما الباقون فعن أنفسهم وهم بخوان عن ولينا واما القاضي ادي قاضي فعن المتزوج لازم لباتي متزوج كي وشيليفيا كانه اذ ليس له ان يزوج نفسه على موليته بنفسه شنو شي بخو خو لخو مارنا كان هابي بخو بيتولي وبخو لخو ماركا او زين نمشي لانه لا للطرفين شنو شي تدو طرف الناتو اني او ولايتي بكا كامل اقل الصوره كاي يقلو اللي كان اما تكيلو مال دكا لخوي اگر به هم وان دیسانی که چیان کرده و چیلی خوی هنچ قاضی پیوز نکه قاضی پیوز نکه فا این ما تا جمیعهم ادیگ همیان مردن کفا رضا کلی واحدین من عصبتی کلی واحدین هنچ خزم کسی همان دیگر رازی کفا رضا کلی واحدین من عصبتی کلی واحدین کر یعن لانه توهی منو لابد من رضا کلی واحدین واحدین من عصبتی کلی واحدین معنو یکفی واعد فقط من عصبة كل واحد ليك قدري كفى رضا كل واحد كل واحدك من عصبة كل واحد لعصبة كل واحد شلو جماعتنا يكز رازي بي بس لا حاشا كدري كل كي اولي دبا نقود باباش ولو استمع عدد من عصبات المعتق اقول كل واحد كي بودو اي نقود با تأثيري أو دبيها بي كل واحد إيش لخز مكان يكز لخز مكان رازي بي بس ولو استمع عدد من عصبات المعتق في درجة هذه قال عصبة المعتق كم رقبون لدرجة شيء مثلا معتق كم رق بس كريها أو كل واحد ك لو ولي كان بيتن كفى رضا واحد من عصبة كل واحد أو هذا معناه كل واحد كل تاكشي كل تاكشي لعصبي كل خزمة كان هر تاكك بين رازي بي بس معناها كي أوه لو في بيسنا ذاك الباب مادم كل واحد يقل أقل ولي كان لا كل واحد يقل بودوا يقل أقل عصبة خزي مادم كل الوقت يبري واحد هو هذا ولو استمع عدد من عصبات المعتق في درزة معتقة كم مرد بمسألة سابيز كل رهبو أنا هم درزانيك زاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرضى بها او عندي رازيش ده منو شيد مدينه ما قد يكز رازي بي بس ليرش او ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء جنك نخز مكسي هبو نا بريم كونا ازاد كراو بو حتى سيدي هبي كسي نبو
کسی نبوو چه ماری دکا قاضین او نائبه قاضی و نائبه قاضی با ماری بکن لما حکم نمان قوت سلطان بابا هو هو سلطانش قاضی دکا لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها اذا ما قلت من سلطان حديث كدر السلطان والمراد من له ولايته مقصد للسلطان او ولايته من الامام والقضاة ونوابهم هم هذا قرتوا امام اعظم هذا قرتوا ولي ولاه والي هذا قرتوا محافظي هذا قرتوا نائب محافظي هذا قرتوا او فيزوج اي القاضي بكفء دبي لا كفء ما ربك اجزنك اقايل راضي نبو بي لكفء ما ردك لا بغيره لا بغيره لبب لا غير اكو في مارناك درسني لا غير اكو في ماربكا بالغه بالغه دبي بالغ ايش بقسك بينا بماربكا كائنه في محل ولايتي حال العقد لحين عقدك الى جد ولايتي بيبي هذه قد شي شو لك لك كوتشي وتشي لسرا بام حبيزي من دني ماربكا ولي ادي ولو مز تازه به بابا مستازش هاد بيو شوان دين إقامة ومقامة اللي كنا موردا قلنا هو قيدين هذا بتوا هولير مستاز معناه مستاز يعني بيد عبروا وإن كان إذنها له وهي خارجة قيدناك بالو كاتي وشي إذن لو عقد داجنك لو دمي لو ولايتي ونبي بل ما دام لحين عقد هات ولايتي أو دتواني ما ربك مستاز شر وليك أو لو خب بيون در دهات يدي سنه ولي ماري دك السلطان سلطان دبت وليوي اما اذا كانت خارجه عن محل ولايتي حالته ادي قال حين عقده لمحل ولايتي ونبو لكم لكركوش ولا مسربو فلا يزوجها وان اذنت له قبل خروجها منه ولو هيش تعال له ولي ابو اذن داجنك او راز له دبر وسوري تاري بيد اسم خارج درسني ماري بك او كان هو فيه يان زوج لما حل ولايتي بي با زوج لويش بي ما دام زوج زاد لوي نبي درس ني ماري بك او كان هو فيه لا بلدي او قاضي كدي ما عرف زوج زكل بي با زوج زل بي ما تشمل الزوج تشمل الزوج يا خو جو هذا در حق مال الزوج زينيه لان الولايه عليها لا تتعلق بالخاطب هذه ولاد على قيدك خاطبيني كذا كزوجك وخرج بالبالغه قطن بالغه ما ردك اليتيمه او يتيمه بابي مرديا فلا يزوجها القاضي قاضي ما ريناك بالغني قسكيا قسكي كو ما ردك ولو حنفيا ولو حنفيا با قاضيك حنفيش بي ولو حنفيا لم ياذن له سلطان حنفي فيه لتزويجه فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم ياذن له لو قاضيك سلطان فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي ولو حنفيا أي ولو كان القاضي حنفيا فإنه لا يجوز له أن يزوجها لكن بالشرط الذي ذكره وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه أو ولو حنفيا با قاضيك حنفيش به بل أن لم يأذن له سلطان حنفي فيه لتزويجه اگر سلطانی حنفی گود بوی ماره بکا انجی ندتانی ماره بکا ایتی مای لو کاتی نتوانی ماره بکا که سلطانی حنفی ازنی نداره و تصدق المرأة في دعوة البلوغ ادی اگر چیزا که گوتی امن بلوغم بو او ازنم داو ماره بکن او تصدقی لکن بلن بلوغا کبس بی بحیض بحیض بی او امناع یعن بمنی بی بلا یمین سمخاردنی ناوی لو سمخاردنی ناوی لا یعرفو الا منها او ايش شو ده زاني ابو خوي ده زاني شهادو اثباتي لسنه هو ما بدي له شيء لدعوى ثيوبتي بيمين باور ما بيدا كر استا لو بلوغ بيمين ها اذا لا يعرف اي بلوغ بالحيض والابناء الا منها وعلة لتصديقه في دعوى ما ذكر بلا يمين اي لا في دعوى البلوغ بالسني بس قبل عمر بازد سارة أو التصديق مكة إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين إلا ده بشهادة إثبات حبيب ريل ساري 2003 بوالا عدد بوا من دزانم لفران ما نجيبو إستابوي تبازد ساري توا إيه أزا متن كتسيغو متن قوتي فيزوجو قاضي ماردكا بكفء لا أوكف ما ردك بالغة جنك بلوغ ببي عدم وليها الخاص بنسب أو ولاء
أو أولي شي نبي عدم وليها الخاص نولي نسبها بناء ولاي أو غاب أو غاب يعني ولي غائب أي أقرب أوليائه مرحلتين دو مرحلة غائب بو هشتات شلو متر لير دور بو دي سنة سلطان ماردك بابا ولي أدي ويش خزمين يعني كو ما مؤموزة وانش أغا هنجي انتقادك للسلطاني أغا ولي بمري أفزلو ما مؤوانا يعني لير وليك الزندية لوي لوي لو لو مامو لو برا وانا ناروا انتقادك للسلطان أو غاب أي أقرب أوليائه مرحلتين وليس له وكيل حاضر في التزوج عديما ما تجنا قلتو بابا كو عديما إيه بدي عديما وليها الخاص بنسب أولاء أدي ما تعد كما تع نبو ينهبو يعني برا ليرنبو أو غاب سنبي بمري وليكمر دبي أو غاب أي أقرب أوليائه مرحلتين بدنا ما نقول انتقال ذاك له نفر كان خزمة عدم وليها الخاص بنسب يا خنيتي ناي وش النبي تسبك عدم وليها الخاص بنسب إز ولي نو نبابي أبو نمامي أبو إز كسر شيء نو وش كسي نبي تسبك إن مزورة قاسية أو زاريخ كسي هاي برا كسر كل يرنيا كسر كل يرنيا زنديا بابي ليرنيا ما مجناتو أني معرف كسون شباب كم موجودة وزلو يا رجل ولي زود زال خارج زبطين وربع تلفون يبقى وشيلة شمدري أو غاب أي أقرب أوليائه مرحلتين وليس له وكيل حاضر في التزوج أو بابا كي أبي الرئيس وخارج كسو وشي نكد أقو وشي اللي قد بيزور باشا وزلو يا قبا تلفوني وشي اللي بقري هيز مشكلة لقرنا مني وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي أجازنا كجوتي ولي مليرني أبا سلطان مارم بكا بجيبك إيه وخلوها من النكاح دري لك اسم مارنا كريمة تصدقوها والعدة دري لعدة جر عدة كز دانيما وإن لم تقم بينة بذلك باش هذا نجني نسقيديا ويسن طلب بينة بذلك منها بزوا باش السنة شاهدي بيني منها لجنكي إيه. وإلا أجا شاهد نبو فتحليف هوا باش السن يبدا ولو زوجها لغيبة الولي أو قاسي ماريك بابي ليرنيا فيد برواك فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لدو هو قلت يعني والله وليك لابن سراويبو أو لم ينعقد إن ثبت قربه أجا إسباد بو شاهد شاهد دا لو وقت ماركرا بابك لا بن سراوي بو ماريا كناي شل نفس الأمرية فلا يقدع في صحة النكاح مجرد قوله كنت قريبا من البلد هر اوان دا بخو بري عمل نزيق بوم شا مونيكا عكتيك ناسي بل لابد من بينة على الأوزة نبي شاهد هبي كنزيق بوها خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوى البغوي دل هر بابا كبري والله عمل ابن سلاوي بمرض نكاح كتكسي أو غابة إلى دون إما لدو مرحلش كم تربو لابن سلاوي بو لكن تعذر وصول إليه أي إلى الولي برنكزنا ديورا بس لابن سلاوي أمو أو زيش الشعبي ومعبي حشد الشعبي وآرين سريبون خرجنا ديورا بس بدو مرحلة أندازي قصر جمعية أدي كم تربو أو زاري كم تر بران خرجنا ديورا بس دي. لخوف في الطريق من القتل أو الضرب يعني لا عند دع وأخذ المال يعني فاران لدستان أو فقد أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة بالزرب أو حضور قتال سوى شري أو انكسار سفينة يعني بابور شكا أو أسري عدو أسير يمكن لو هو بن بالزرب كزني زاني تسيلي هاد بعد سنة حاكم عليك أو انكسار سفينة السفينة بيشان شبكة دارو شنو دشكا دي عزتي خدريش دارو شهر نخران أو أسري عدوي هذا إن لم يحكم بموته أو هنجني ويا أول يك بن بزربوا أجر بيان وفاتي در نكري لمحكمي وإلا عدي أجر بيان وفاتي عن دركن زوجها الأبعد هنجي قاضي لوسيا لدو بابي شيء دبيتي برا لدو برا شيء برازا لدو برازا إمامة أوه أو زوجة وان قاضي ماري دكاونيا
أو عضل الولي، يعني ولي عضل بو عضل عاصبه عاصبه قلت يا مارناك دعوال شي جيا قلت قلت يا مارناك زار هي باب عداوت يدي قلت شي جكي أي عد أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة جنك بالغ بو عاقل بو هيس عيبي نبو دعد إلى تزويزها من كفء داوي بياوش كت بياوكش هيس عيبي نبو لو قول بابك لبا بارو مارو أوانا يعني لبا كل الرقية لو قول قوتي مارناكم ولو بدون مهر المثل من تزويزها به ولو مهر المثل كم تربس قيد يجنا كده قد بدا مسقال المارم كان جنا هم بنوز دايبو أو دي قد بدا يبي دي سانة بابك لو قول عاسبو بابس تمع كم يخو مارا بكاو درستا بابا بز لمزبيرا كي سورة كي كوا ها؟ باب رازي نبي مهم مزبيرش بيتن أو عضل الولي إيه؟ ولو مزبيرا باب بافير بآخر قاية في الولي إلا فرق في بين أن يكون مزبيرا أو لا باب مردبو برابو برعاصيبو قوتي أمن قد ما ريناك مزبير أولي كبرسي بجنا كينك باب نانا مزبير باب بافير باب أزبا بي برز ما ردكم ودي مزبير باب بافير بابي برز ما ردكم برام شي شكله خد عوي أو بياوي دكا دكا بياوي كركت يا أول يرسم عناه عاصي دبي مناي داتي ما دم باب سكن قاضي خمارة بكاو ودو بكبي وقب درست. يعني باب باب يا بيدا قلت لي مزبير. لا يزوج القاضي. لا يزوج القاضي. إن عضل مزبر من تزويجها بكفء عينته. أما تعز قلت ما قاضي قاضي ما رد كا أجر ولي مزبير ما نيعب ونيا. هند زار هي قاضي ناتو يعني ما ربك. أو كان جوايا. بابرين. إن عضل مزبر. ما نيعب. ما نعم من تزويجها بكفء شنو قالوا خد عاي كفء اشكله عينته فعل مضارع كون من يزوجها بكفء اي من يزوجها من در من تزويجها بل حاشا كشكلت تزويج حاشا كتزويج من تزويجها بكفء إن عينته لخو بياوشي تعينك ديارك عزيلك القوتي بمدي وقد عين هو كفءا آخر غير معينها وليك أخواني قد مارناكم بلان دي قد لود مارناكم لو يهد مارناكم أو بابا كان حقني أوزاري أوزارينا حقني كلا رقنيا وإن كان معينه دون معينها كفاءة با معين بابك هندي معين شنك باش نبي برخو بابك عاصين نبو ناري بمرد النادم در اللي ودمار ناكم اللي ودمار دكم وادم وبي اوا انجي اعناك واني بستكن حاكمي ولا يزوج غير المزبير غير مزبير وليدك ولو ابا او زدا بابا ابو بابير شبي باس بابا بابير كو غير مزبير در بي ان كانت ثيبا بأن كانت ثيبا جنكا شي جاك بوشن بو سيببو او زولين ناتو يعني قد ما ريبكا الا ممن عينته الا ابيك بخوي دري بمدنا فراني لو ما ردكا اغنا سيببي غير مزبير بي غير مزبير بي اگر بابو باب ما مو براو او انا بي شيش بي شيش بي ناتو يعني ما ريبكا الا ممن عينته اگر بابو بابيرج من شيش نبي بوشن بي دي سان دبي الا ممن عينته ولا يزوج غير المزبير ولو أبا أو زدا بأن كان ثيبا إلا ممن عينته وإلا مادم ثيبا مزبير وغير مزبير تأثير لناك ها إلا دبي ثيبا وهز وإشكالي تدانيا وإلا أي أدي أجر تعيني أوي أو تعيني كتب سبري أم ليش يدين ماردكم وإلا كان عاضلا وإلا كان عاضلا وإلا أي بأن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره أم لم يرد أصلا دليل ليش يدين ما ردك لو دمارناك ولا يزوج غير المزبير أو يدي بحث قاضي بو أو قاضي بو أو تعيني كشكيدة قيدين أبو بس إستاكا أو لبسي أمبري أمري شديد ماردة كم درسنية ولا يزوج غير المزبير ولو أبا أو زدا بأن كان ثيبا إلا ممن عينته
وإلا أجر جنك يشي ديار بكا وبيا وكش بابا كا يا ماما كبر عمد دم يشي ديكا كان عادلا ودي سن بو عادل وليا كدبت دبت عادل هنجين الحاكم بما ريبك ولو ثبت تواري الولي التفاصيل اللي يدي بارك دولة برقصي آخر يا جنا بيش وقت فرموهم أو بيش أنا أخ بحسي قاسيبه أو زاري بحسي ولي كان ديكا ولو ثبت تواري الولي تواري ولو ثبت تواري الولي اجا اثبات بو اثبات بو ولي خوي شارد وشارد هرد هرد التواري الهرد هرد هرد ولي او تعززه او تعززه يان لزي شي عاصب وكزني دي جيشتي يان بي او شي غور وخرج عنا دي ورا بري ورا شي جو ماركا او هنجي زوجها الحاكم وبعدي سن حاكم ماركا وكذا يزوج القاضي اذا احرم الولي ولي إحرامي بستان وإحرام بستان شني ماربك درسنية درسنية أو أراد نكاحها إيه يان وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي إحرامي بستان أو أراد نكاحها يان ولي بخو بتمابو تشيجا كي لخو ماربك بخو ولي بو ديويز لخو ماربك وشي دمي ديني مسلا إتقاكي إلا لوي ديت الزيارة وشي تسيها وانا كابني عمي بل. فقد من يساويه في الدرجة جنك بو إلا عموزها أو إلا دارة الدنيا أو عموزها وليه بيا وليه كديوه لخوي ماربكا چه ماردكا بقاسي ماربكا ومعتقين يعني معتق بو أما تخوي آزاد كدبو دويست أما تكي بيني هز كسي كارشي نبو ديسان قاسي ماردكا فلا يزويزو الأبعد في الصور المذكورة لو لبقاء الأقرب على ولايته على سنك أقربك ما أجا أقرب نبي أو زابعد ماردك اللي رأى مزاياك هيا معتقك هيا بل أنت جد بخو تمعيان تدا لبا عندي انتقال ولا قاضي دكا بابا وشي بولي لجر إحراما دبي قاضي بكاته وشي لان بيز ناكا نال بكاته وشي النبي يزوج القاضي مثل كوني فيما يزن سوى التواري أو أراد نكاحها أو أراد نكاحها إذا أحرم الولي إذا ومثل كونه يتعز إذا أحرم الولي أي بعجز أو بعمرة أو بهما معا صحيحا كان إحرام أو فاسدا أو أراد نكاحها وكالتنا أنا وكالة الوتية أبا خوي لولياتي دكبي وش الإحرام دابي وإنما يزوج القاضي للقاضي مسلم وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي طفله قاضي وإنما يزوج القاضي للقاضي وكان الأولى إسقاطها لا مزائدة وإنما يزوج القاضية أو طفله لو قال أو محجوره لكان أولى ليشمل المزنونة إذا أراد نكاحها أي لنفسه أو لمحزوره وإنما يزوج للقاضي نية تزويج قاضي بك لقاضي ماركا للقاضي أو طفله يعني لكل قاضي ماركا إذا أراد نكاح من ليس لها ولي شجورك بهز ولي ملين بو قاضي بخو تماعي تكد يعني بدأت أخوي عمدت كرخو أزا چه تزويجك قاضي آخر أو فاعل يزويج بها قاضي آخر قاضي شدي بالي ماركا قاضي شدي لوي ماردك يعني لكل لوي ماردك كنجي بمحل ولايته عبارة بس عبارة كي مرينو در الله مكزيد يا وإنما يزوج القاضية أو هبري لقاضي كنجي لقاضي ماربك أو طفله لكل قاضي ماردك إذا أراد النكاح من ليس لها ولي قاضي قاضي ليبو او شي جاي لخو ماربكا يعني لكل خو ماربكا او زاد شي او تزويج زيدكا قاضي اخر لكن درج بمحل ولايته اذا كانت المرأة في عمله اي مرأة كجل عمله ويدوي يعني لجر حكمه ويدام او نائب القاضي الذي عمله لو يعني قاضي اخر اخر قاضي اخرك نبي قاضي اخرك حكمي بس شنك يدابر وقع أو نائب القاضي يا نائب قاضي الذي يتزوج هو أو طفله أو السهل وزاري نائب خويتي أو طفله معطوف على الضمير المستتر في يتزوج
لدوي بزنبي صلى الله عليه وسلم محمد.